اهلا حضراتكم في الجزء الثاني بالنسبه لنا في الفيديو بتاعنا. دلوقتي احنا بنتكلم فكره ان بشكل عام بقى في عندي ملف مستقل للفيو وملف مستقل للاكشن. ده ملف كلاس سي شارب وده ملف كلاس و اتش تي ام ال مع بعض. اكيد في مرحله من المراحل الملفين دول هيحتاجوا ان هم يبعتوا لبعض بيانات معينه. فجاء من هنا فكرة إن أنت زي ما كنت قبل كده تقدر تبعت من الفيو عندك أو من ال HTML عندك بيانات للكنترولر، أحيانا ممكن تحتاج العكس، إن الكنترولر هو اللي يبعت للفيو بيانات. طيب الكنترولر ده سي شارب والفيو لحد دلوقتي HTML، فإزاي الاتصال ده يتم بينهم؟ هنا قال لك إن أنت هتعرف حاجة اسمها ريزور، ودي هنتكلم عليها بعد شوية إن شاء الله. لكن اهم حاجه في الريزر بالنسبه لنا عشان ابعت بيانات ان انا ايه هي اصلا الاوبجكت اللي انا هستخدمه عشان ابعت بيانات. طيب الاوبجكت ده ليه اربع حالات اساسيه، حاجه اسمها فيو داتا، فيو باد، تمب داتا، موديل. انا عندي اكشن فيه شويه متغيرات وعندي فيو فيها شويه اتش تي ام ال، فعايز ابعت المتغيرات اللي هنا عايز ابعتها في الفيو. طيب ده يتم ازاي؟ اي واحد من الاربع طرق دول ينفع ان انا ابعت بيه الداتا بتاعتي. طيب ناخد مثال بسيط على الفيو باج. الفيو باج ده متغير جاهز بتبقى انت لاقيه لما تورث الكنترولر من كلاس كنترولر جاهزه. مثال قدامك، اذا انت عندك مثلا امبلوي كنترولر وارث من كنترولر، فالكنترولر بتاعي طبيعي ان هو مثلا اذا هيرجع فيو او كده يحملها بالداله دي، ودي هنشوفها بعد شويه في الكود. لكن اذا انا عايز ابعت لها حاجات كمان، فقبل ما اشغل الفيو بتاعتي اجهز الداتا الاول اللي هتتبعت للفيو. التلات سطور دول بيعملوا ايه؟ انا في عندي متغير جاهز اسمه فيو باك، بحط دوت بعده واعرف اي متغير على الطاير، بنسميه دايناميك بروبرتي. المتغير ده ما كانش متعرف قبل كده، لا انا بعرفه دلوقتي حالا، ما عرفتش نوعه قبل كده، ما عرفتش اسمه، لا انا بحطه اوتوماتيك ويتحط في الفيو باك، وبيبقى دور بعد كده في ال HTML اللي هو زي ده كده مثلا، اقول له هات لي من الفيو باك ايه اسم المتغير اللي انا حطيته. يعني قدامك دلوقتي مثلا هنا في امبلوي نيم في الاكشن، قصادها امبلوي نيم يجيبها من ال HTML. طيب هنا كمباني، كمباني ده في الاكشن برضه قصادها من الفيو باك هات كمباني. طيب نفس الفكره، هي ادرس هنا وادرس هنا. طب ما انا كده دلوقتي انا ممكن بالغلط اكتب كلمه ادرس او كمباني جوه ال HTML، فهل ده معناه ذلك ان هو هيفهمها ان ده متغير موجود في الفيو باك؟ قال لك لا، طالما انت عايز تكتب كود سي شارب يجيب متغيرات سي شارب او يعمل اي وظيفه ما هيش HTML، فانت ممكن تحط علامه الات عشان تعرفني ان ده كود سي شارب، ما هياش كلام يبان زي ما هو. طيب ده علامه الات دي والمعاملات بتاعتها دي بنسميه ريزور، ريزور سينتكس. طيب المثال اللي قدامك ده كان على الفيو باك ان هو مجرد بيحط دوت وبعدين اسمه متغير. طيب في حاله ثانيه ان انا بستخدم حاجه اسمها فيو داتا. طيب فيو داتا دي قريبه شويه من فكره الهاش تيبل او الاري، ان انت بيبقى عندك فيو داتا دي جاهزه وبتحط لها اسم اي كي من عندك زي ما انت كنت بتحط اسم اي فاريبل من عندك، وتقول الاسم ده تدي له قيمه، ونفس القيمة دي تقدر تستدعيها هنا في ال HTML بنفس الطريقة، بتعمل علامة آت وبعدين فيو داتا وبعدين تقول له هات الكي اللي أنت كنت معرفه في الأكشن من شوية. طيب نفس الفكرة هنا، امبلوي نيم تحط هنا، كومباني تحط هنا، ادرس تحط في ال HTML. وسواء فيو داتا أو فيو باج الاتنين بيخزنوا بيانات في نفس القيم، يعني معنى ذلك إن فيو داتا امبلوي نيم اقدر انا استدعيها بفيو باج دوت امبلوي نيم، سواء كده سواء كده الاثنين في النهايه نفس الاري اللي انا بخزن فيها او نفس الهاش تيبل اللي انا بخزن فيها. طيب لاحظت معايا علامه الاد دي وقلنا من شويه ان اسمها ريزر. طب ايه هو الريزر ده؟ الريزر ده لغه جديده المفترض ان هي كانت متعرفه بحيث ان هي تمكنني ان انا اكتب اكواد سي شارب جوه ال HTML بتاع الفيو. طيب الشكل العادي بتاعها هي ليها كذا حالة، يمكن أول حاجة وأسهل حالة بتاعتها حاجة بنسميها inline expression، بتكتب علامة الات، ف
في ال HTML عندك، فكده بيفهم ان انت مش هتكمل دلوقتي HTML، لا انت عايز سي شارب. طيب وبحط المتغير اللي عندي او الداله اللي عندي او الكلاس او اي حاجه، تمام، بحطها في بعد علامه الاد. ففي المثال اللي قدامك ده بينادي على التاريخ بتاع دلوقتي اللي هو اللي السي شارب معرفاه كسيرفر. فهنا بقول له هات لي مثلا التاريخ، حاجه زي كده. طيب ده كويس ان انا بكتب اسم متغير او بكتب اسم داله او بكتب حاجه، جمله او جملتين وكلهم في سطر واحد. طب اذا عندك كذا امر وكلهم عايزين يتكتبوا كسي شارب، هنا بقى بتخش الحاله الثانيه اللي اسمها مالتي ستيتمنت كود بلوك. فكرتها ان انت مش هتحط علامه الات وبس، لا ده انت كمان هتفتح قوس مجموعه وتقفله زي ما كنت بتعمل زمان في الدوال او البلوك بتاع الاف او البلوك بتاع فوق. فجوه البلوك ده هتعرف شويه متغيرات، تعمل تنادي شويه دوال، تعمل فور لوب، تعمل اللي انت عايزه كانك شغال في اكشن او كنترولر بالظبط. وتيجي هنا بعد القوس ده ما يتقفل ترجع تاني لوضع ال HTML. طيب المثال اللي قدام حضرتك ده جامع الطريقتين مع بعض، طريقه المالتي ستيتمنت وطريقه الان لاين ستيتمنت. هنا انا عرفت متغير اسمه ديت، اديت له قيمه، وهنا باخد القيمه دي واعرضها في ال HTML. نفس الفكره، هنا متغير اسمه مسج وبعرض القيمه بتاعت المسج هنا. طيب احيانا بتبقى انت عندك كود سي شارب كتير، ففي وسط الكود ده جات لك لحظه ان انت عايز تعرض HTML في النص وبعدين ترجع تكمل تاني سي شارب. طبعا احنا بتقدر ان انت تقفل كورس البلوك وبعدين تفتحه تاني، وفي النص ما بين قفله الكورس الاولاني وبدايه الكورس التاني تقدر تعمل اتش تي ام ال. دي طريقه. في طريقه مختصره شويه، قال لك وسط السي شارب في ملف الاتش تي ام ال عندك تقدر تحط العلامه دي اد نقطتين او تكست، ويتفهم منها ان قصدك تحط اتش تي ام ال مش تكتب كود سي شارب. ده بقى عكس اللي احنا كنا بنعمله في الريزل اصلا، ان انت كنت جوه كود اتش تي ام ال بتكتب سي شارب، لا انا هنا انا بادئ سي شارب وبكتب اتش تي ام ال. وسواء دي او دي انا بكتب الكلام ده فين؟ في ملف الفيو عند حضرتك. طيب في حالات تانية بقى زي مثلا الاف الس، انت برضو ممكن تعمل اف تديها شرط، وجوه الاف دي يا اما تحط تاجات اتش تي ام ال يا اما تحط اوامر على طول سي شارب. نفس الفكره عندك فور، تعمل علامة الات وفور وتبقى قريبة جدا من الفور اللي انت كنت بتكتبها في سي شارب العادية. هنتكلم بعد كده عن حاجة اسمها موديل. الموديل ده فكرته ان انت بتعرف كلاس عندك في الفولدر المودلز بتاعك، وتيجي تقول للفيو ان يا فيو انت معمولة بس عشان تعرضي الموديل ده. فده بيسهل عليك قوي كتير في التعامل مع ربط الموديل مع الفيو، لكن ده هيجي بعدين ان شاء الله. بس ده بشكل عام الشكل المختصر للريزو والحالات العامة بتاعته.